أكتر، وصلت لحاجة؟ أنا جبت معلومات كتير ومهمة ورتبتها ولخصتها في نقط واضحة وسهلة عشان نعرف الناس أسباب الإصابة بالسرطان وإزاي نحمي نفسنا منه. وأستاذة ابتهال وعدتني إنها تنشر كل المعلومات دي على أهل البلد. طب يلا قولي إيه هي المعلومات دي؟ أولاً أنا كتبتها بالعامية عشان كل الناس تفهمها. طب وسع كده شوية يا بكار لما أشوف هفهمها ولا لأ. ماشي، أهي فرصة نتأكد إنها بسيطة ومفهومة. إزاي نبعد عن أسباب الإصابة بالسرطان؟ 1- التدخين السلبي. أكتر من 70% من المصريين بيتعرضوا للتدخين السلبي، وده خطر جداً. 2- المبيدات. التعرض للمبيدات بيضاعف 10 مرات احتمالية إنك يجيلك سرطان. 3- الأواني المخدوشة. إيه ده بقى؟ يعني الحلل والقلايات يا حسونة. يا خبر! أيوة، دي خطر جوي، لازم ما تكونش مخدوشة. 4- الأواني البلاستيك. ودي بقى حكايتها حكاية يا حسونة. إزاي يعني يا بكار؟ بص اجرى. أما تلاقي العلامة دي اللي على شكل مثلث جواها رقم 1، ودي بتبقى محفورة على أغلب أزايز المية والعلب البلاستيك الخفيفة الطرية، معناها إنك تستخدم الإزازة البلاستيك دي مرة واحدة بس، ما تقعدش تملاها وتعيد استخدامها تاني، وكمان ما تعرضهاش للشمس. أما رقم 2 فهو نوع كويس من أأمن أنواع البلاستيك، وموجود في علب اللبن والشامبو ولعب الأطفال. رقم 3 من أرخص أنواع البلاستيك وسام، وبيكون موجود على شكل رول بلاستيك بيغطوا بيه الأكل والفاكهة، وده لازم نتخلص منه بسرعة وما نستخدموش لفترات طويلة. يا خبر يا خبر! كمل قراية يا حسونة. طيب هكمل يا بكار. رقم 4 بيستخدم في الأكياس وبيكون أمن شوية. رقم 5 ده بقى أفضل أنواع البلاستيك ومش مضر أبداً، وبيتحمل كل درجات الحرارة، ساجع وسخن. رقم 6 ده خطر وغير آمن. وأخيرا رقم 7 بيبقى خليط من كل أنواع البلاستيك، والأمن نتجنبه. مالك، في ايه؟ أبدا، كنت بس عايز أعرف الإزازة البلاستيك أو العلبة لما عاوز استخدمها كذا مرة المفروض يكون محفور عليها رقم كام؟ 2 و4 و5، وأحسنهم رقم 5. ماشي. ها، خلاص كده ولا لسه في حاجة تانية؟ لا لسه، الكسل وعدم الحركة من أسباب السرطان، وعشان كده لازم تتحرك وتعمل نشاط وتلعب رياضة. حاضر. سبب تاني من أسباب الإصابة بالسرطان هو الأكل اللي مش صحي، يعني لازم ناكل خضار وفاكهة ويكونوا طازة. ها، إيه رأيك؟ ودي عايزة كلام يا بكار، دي معلومات مهمة ومفيدة جوي جوي، واني اتأكدت منها من مصادر كتير وكلها موثوق منها. يا رب تفيد الناس وتنفعهم.